فوزير حكاوي جدي برعاية تتبيلة الدجاج وتجهيزه وجيك طازه ومقرمشة وسخنة. أوه حاجة صح ومش ضايق. البيتزا الأمريكية اللي مطيب اللي على الحطب وطعمتها خيال. وننصحك تجرب مكان التغدى والتعشى فيه وانت متريح وهرجة عويتك في صالة الملاهي وانت لاهي في عشاك وغداك بس متريح. هذه حاجة فوق الخيال. أكيد عرفتوا على من نحكي. نحكي على هابي تشيكن بنغازي بالعون بجوار جامعة العرب الطبية البيضة قرب الإذاعة خلف مصرف الأمان طبرق ميدان الشهداء جنب مصرف التجارة والتنمية شحات الطريق الرئيسي مقابل شركة البريد. هابي تشيكن هابي تيستي. للمشاركة في فوازير حكاوي جدي وتقولولنا شن عنوان حكاية اليوم. للإجابة والدخول للسحب في جائزة البرنامج تواصلوا معنا على صفحتنا. حكاوي جدي مش أي حكاوي. بسم الله أول مبدأنا صلى الله علينا بينا. نحنا كل نهار معانا مغزى في سر حكاوينا، لكن بيش يتم هنانا نبوها فرحتكم بينا، وكل واحد فيكم بمانة يسمعنا ويرد علينا، وإن شاء الله يبقى ملقانا يذكر بالخير اللي فينا. نبو لمتكم يلانا في حكايتنا كان بدينا. حكاوي جدي. والله لو ما تخلينيش نطلع لعب الكوره والله ما نقرتي حلوه ما نشكري هاي كانك يا ريت تعيد وتصيد ايش فيا باقي كانك تحدد وتوعد يا انت كانك يا جدي ما بيش يخلوني اطلع برا لعب الكوره اصحابي كلهم قاعدين في الشارع يلعبوا في الكوره كيف ايش ما بيش يخلوك يا باقي اكيد في حاجه معينه يا ريت شنو حاجه معينه يا جدي حتى انت يا جدي علمتي حماتي يا جدي وتحسن بك يا جدي ما لا عندي حق يا وليدي يبقى انت عليك زعلان القرايه اولى من اللعب يا ليدي تبهوش يا جدي تقلنا لك الدرس سهل جدا والله ما يستاهل اني نلعب نطلع برا يا جدي اولا قاعد لازم فيك تعيط وتشيط وجعني حالك نحسبك كله مظلوم طلعت انت اللي ظالم لو كان قاعد باتك راهو هذا كله ما صارش تهدد وتوعد وتعيط كانك كان قاعد هن راهو ضربك وزاد الطين بله انت يا وليدي اللي مش فاهم الدرس مش لازم انه يكون يقرا واللي فاهم ما لازم انه يعاوده وبيش يثبت المعلومة لان من هذا كله يا باتي كردي في هذا غضب والغضب اللي صار منك غلط مالش غضبان يا جدي هذا انت ما زلت صغير يا وليدي لازم تعود انك متعاش ترد على اكبر منك هذا خطر وهذا عيب عليك انت لازم تبطل ما تزعلش وعرف لما تزعل حتغضب والدك عليك يا ليدي توا يا سلومة انت عارف زمان لما جاء الراجل للرسول عليه الصلاة والسلام شن قال له قال يا رسول الله وصيني تعرف شو رد عليه الرسول شن قال له يا جدي مانيش عارف شن قال له قال له لا تغضب قال له زيدني يا رسول الله قال له لا تغضب قال له زيدني يا رسول الله قال له لا تغضب انت تعرف ان يا سلومة اللي يقتل يقتل في لحظة غضب وان حتى اللي يطلق يطلق في لحظة غضب وحتى اللي يضرب يضرب في لحظة غضب باي خلاص تو هديت انا شويه احكي لي قصه سمحك شكلي عجبك الفكره انك اليوم عاطيك في حكايه على الاقل تنسيني شويه جدي اخ لا مش تنسيني اتخذت منها العبره والمعرفه وتعرف اللي فيها كان يا سيدي فيه ملك عادل من زمان وكان عنده وليد وهو الاكبر في العمر وكان هالعيل عاقل وشجاع وكريم وصبور وكان اخوه الصغير متهور وطايش واحمق كيف ناس واجدين نعرفوهم كيفنا يعني قصدك مش شورك الدوة وقبل ما يموت هذاك الملك وصاهم وقال لهم يا عويلتي راهو أمور الحكم تعد البلاد للعيل الكبير والعيل الصغير خلوه وزير الخوتة لكن نصيحتي لكم ردوا باكم تغضبوا على بعضكم ولا تغضبوا حتى على الرعية مهما كانت الأسباب ولما مات هذاك الملك يا وليدي عاد العيل الصغير حاب انه ينفرد شنو بالحكم بروحه وتعارك مع اخوه الكبير وفجأة اللي صار صار هذاك العيل الصغير رفع سيفه في من في وجه اخوه الكبير وقال له كانك راجل بارزني والاقوى هو اللي يحكم
لكن أخي الكبير العاقل ما باش يرفع سيفه في وجه من؟ في وجه أخوه، وما باش يرد عليه وقال له يا أخويا كان الملك حيخليني نخسرك ولا تقتلني، خذ الملك ما عاشني بيه وأنا تو ندور حاجة ثانية تعوضني عليه، لكن أنت أخويا مش حنقل واحد كيفك، فخذ الملك وخليك أخويا. هذيك اللحظة العيل الصغير قاعد يبكي وجع أخوه كبير، وشن قال له؟ قال له يا أخويا أنا والملك تحت أمرك، والله ما عاش الناس عاك فيه بكل. سامح لي يا جدي إني نرفعت صوتي عليك وخلص ما عاش نغضب يا سيدي، حتى الكرة ما عاشني بيها. هاي هكي تمينا حكايتنا، شكرا للي تابع فينا. غير الأنوان الحلقتنا عنكم بالعاني خضينا، تتصلوا هذه فكرتنا، تقولوا عنوان حكاوينا. في كل حكاية غايتنا نحكو عن صفة تعنينا، بكرة تجدد لمتنا، يا ريت الكل يراجينا، وتبقى هالدنيا رضتنا كان انتو رضينا علينا. حكاوي جدي. للمشاركة في فوازير حكاوي جدي وتقولوا لنا شن عنوان حكاية اليوم، للإجابة والدخول للسحب في جائزة البرنامج تواصلوا معنا على صفحتنا. حكاوي جدي مش أي حكاوي. فوازير حكاوي جدي برعاية تتبيلة الدجاج وتجهيزه وجيك طازه ومقرمشة وساخنة. أوه حاجة صح ومش ضايق. البيتزا الأمريكية اللي مطيب اللي على الحطب وطعمتها خيال، وننصحك تجرب مكان التغدى والتعشى فيه وانت متريح، وهرجة عويتك في صالة الملاهي وانت لاهي في عشاك وغداك بس متريح، هذه حاجة فوق الخيال. أكيد عرفتوا على من نحكي، نحكي على هابي تشيكن بنغازي بالعون بجوار جامعة العرب الطبية، البيضة قرب الإذاعة خلف مصرف الأمان، طبرق ميدان الشهداء جنب مصرف التجارة والتنمية، شحات الطريق الرئيسي مقابل شركة البريد. هابي تشيكن، هابي تستيك.